النهارده الجمعه يا جماعه، تعال هوريكم بعد ما اروح الجامعه واصلي بعمل ايه. يلا بينا. بالمناسبه يا جماعه، اي حد يشوف الفيديو يصلي على النبي، عايز اكبر عدد في الكومنتات يصلي على النبي، كله يصلي على النبي في الكومنتات. وقف 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 وقف. دلوقتي يا جماعه انا راح اعمل ايه؟ انا راح اجيب ملوحه، دي الاكله المفضله بتاعتي، كل جمعه لازم كل جمعه اروح اجيب ملوحه. اللي بيحب الملوحه وبياكلها يوم الجمعه زيي يكتب لي في الكومنتات، عايز الناس كلها تكتب لي في الكومنتات بتحب الملوحه ولا لا. اشهر واحده يا جماعه بيبيع عندنا ملوحه هنا استاذ احمد ابو هدى، تعالى اوريكم. دلوقتي يا جماعه احنا جبنا الكيس بتاعنا وجبت معاه شيبسي وطحينه. الملوحه معايا بالنسبه لي ما بعرفش اكلها من غير شيبسي، شايفين؟ تمام؟ اهو دي الطحينه، لازم عشان تظبط معاك تجيب لها طحينه. بصوا اللي بيحب الملوحه يا جماعه اكتبوا في الكومنتات، ما تنسوش تصلوا على النبي وتعملوا لايك. تنسوش تصلوا على النبي وتعملوا لايك للفيديو ده. احنا كده يا جماعه خلصنا الفيديو بتاعنا، يا رب يكون الفيديو عجبكم. اللي بيحب الملوحه واللي بياكلها يوم الجمعه زي ما ينساش يكتب لي في الكومنتات، وصلوا على النبي، اهم حاجه تصلوا على النبي في الفيديو ده، اهم حاجه. سيبكم من الملوحه والكلام الفاضي ده، اهم حاجه تصلي على النبي. تمام، عايز اكبر عدد في الكومنتات صلاه على النبي يا جماعه. يلا بقى اروح اكل انا، سلام.